يصنف التونسيين والتونسيات على أساس يعني شكون وطني وشكون مش وطني، شكون عنده الحق يمارس الحياة السياسية والشأن العام وشكون ما عندوش الحق. يعني هذه هي المشكلة بعيدا عن جبهة الخلاص الوطني، لأن هذه الأوصاف ليست لجبهة الخلاص الوطني فقط، وإنما لكل من يعارضونه وكل من هم ليس في فلكه. أما مدام كيف نشوفوا حركة النهضة، نعم، حركة تونس الإرادة، ائتلاف الكرامة، قلب تونس، رئيس الجمهورية في الطرح نتاعو يبدو انه فما جانب من المنطقيه الى حد الان في لي سونداج نشوف اللي هو يحظى نوعا ما بنسب مهمه من نوايا التصويت في صبر الاراء. يقول لك اليوم المواطن التونسي، الناس هذوما انا اعطيتهم ثقتي بالصندوق، ولكن الى حد الان في على مدى 10 سنوات ما اثبتوش الثقه نتاعهم. سؤالي هو تجمع من نوع هذا شنو ينجم يبدل على الاذواق؟ كيفاش ينجم يكسب ثقه المواطن؟ اول حاجه اللي اعطاهم الشعب التونسي ثقتهم بصندوق مثل ما قلت انت يعني بالكلمه، ينحيه لهم بالصندوق، ما تنحاش بانقلاب وما تنحاش قدام دبابه بدبابه امام مجلس نيابي انتخب بطريقه شرعيه وانتخب بنفس القوانين ونفس التركيبه ونفس الطريقه التي انتخب بها رئيس الجمهوريه. وهذه الاحزاب اللي انت ذكرتهم، نحي منهم قلب تونس او حزب اخر، تلقاهم هما اللي انتخبوا رئيس وعملوا له الحمله الانتخابيه نتاعو، وهما اللي زادوه الاصوات على 600,000 صوت اللي جابهم رئيس الجمهوريه حاليا، يعتبرهم من المنظومه اللي هو رافضها. لا هو يعتبرش يعتبر، واي انسان ينجم يعتبرش يعتبر، ولكن نحن لا ننساق الى الاعتبارات الذاتيه وانما الى القراءه الموضوعيه، القراءه القانونيه والقراءه العلميه، وكان هذوما الكل ما فماش على الاقل القراءه المنطقيه العقليه. فبالقراءه المنطقيه العقليه لا نستطيع ان نقصي طرفا هكذا، يعني على خاطرين نحب نقصيهم. الاقصاء يكون في العمليه الديمقراطيه عبر معناها زوز وسائل، الوسيله الاولى هو انه يكون فما اثباتات وفما ملفات على تجاوزات وغيرها، يعني جرائم هذيك مخولة لإقصاء طرف ما. ثم العملية الانتخابية التي تدار بحملات انت تتوجه للشعب التونسي، ونحن كيف واللي باش ينتخبوا الشعب التونسي نحن راضين به. وقت تحكي لي على القراءة القانونية السيدة شيماء عيسى، نعم، نذكر عضو الهيئة التنفيذية للمواطنين ضد الانقلاب، انتم تحتكروا اليوم القراءة العقلانية والقانونية؟ رئيس الجمهورية مش يعمل في قراءة عقلانية قانونية؟ تعرف كيف نحكيه على الفصل 80 للامر 117 والمراسيم اللي جات من بعد، وكأنها هذه القراءة القانونية بحكم الأمر الواقع. القراءة القانونية والعقلانية جاوبت عليها أنت في أول المداخلة متاعك، قلت لي هو يعتبركم كذا، فهذا يعني خارج العقل وخارج القانون. أولا يعني فما عندما وكأنه فما النقاش على القراءة العقلانية القانونية، وهذا هو الإشكال. النقاش هذا هو رئيس ما حبش حتى يسمعوا، وما حبش يسمع الأساتذة، وما حبش يسمع لجنة البندقية وغيرها اللي قالوا له راهو المسار من نوله. أنا شخصيا ومواطنون ضد الانقلاب وجبهة الخلاص الوطني نعتبر يعني كل هذا المسار هو باطل، وكل ما جاء فيه باطل، بدليل أن مجلس نواب الشعب كان عمل جلسة في 30 مارس وكان هنالك القانون عدد واحد لسنة 2022 التي ألغت حالة الاستثناء. نجم تقول لي أنت هالقراءة القانونية، هالقراءة في الفصل 80، علاش قعدنا لتوا في الفصل 80 وقعدنا لتوا في حاله الاستثناء في حين هذا الخطر الداهم الذي سماه رئيس الجمهوريه خطرا داهما؟ هذا بيان سور بالمنطق نتاع الرئيس، ما حال البرلمان مالاش قاعدين نعملوا في حاله الاستثناء؟ ماكش ما تلاحظوش مدام مره اخرى السؤال في علاقه بالسياقات الموجوده وبحكم الامر الواقع، الممارسه السياسيه عندها علاقه بالسياقات اللي موجوده على ارض الواقع. كيف تعاودوا تطرحوا النقاش نتاع ما بني على باطل فهو باطل، ونرجعوا لمساله الانقلاب والفصل 80؟ فما برشا يقول لكم وكانه تجاوزتكم الاحداث، تجاوزت الاحداث يعني حتى اليوم المعارضين رئيس الجمهوريه تجاوزتنا الاحداث، يعني اليوم ما فما مراسيم عن محطات انتخابيه بالاربع فاصل نتاع الاستشاره تجاوزتنا الاحداث، تجاوزتنا الاحداث بصدق بالعيد اللي هو رئيس الهيئه، ببودربيلا رئيس الهيئه الاقتصاديه. بماذا تجاوزتنا الاحداث؟ تجاوزتنا الاحداث بخروج من فشل الى فشل اخر، بخروج من حاله غير طبيعيه في حياه ديمقراطية إلى حالة معناها تجاوزت الحالة اللا طبيعية. سامحني، لن نبقى رهينة أي قراءة، راهو توينسا والطبقة السياسية راهي أمرها رهين بها بدها. هو الطبقة السياسية زاد اللي معارضة رئيس الجمهورية عندها معاكم تقاطعات، ولكن الإشكال على مستوى راديكالية الخطاب اليوم. نعم، سيدة شيماء، يعني اليوم كيف نحكيه على
انقلاب، توصيف لانقلاب. نعم. ورئيس الجمهورية ماذا قدما في خارج الطريق؟ عندنا استفتاء، استحقاق انتخابي وغيره. فما شكون كيما مثلا نعطيك مثال الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل يعارض اليوم رئيس الجمهورية في عديد من النقاط. نعم. ولكن الخطاب نتاعو اقل حدة برشا من الخطاب نتاعكم اللي انتم اليوم. الخطاب من قبيل انه خرجنا من الشرعية، انقلاب وغيره. ما تشوفش انه ما ينجمش يكون خطاب مجمع، ما ينجمش يكون فما انتيرا دونتونت بينكم انتم وبين رئيس الجمهورية؟ باهي، اولا انت ذكرت الاتحاد العام التونسي للشغل وقلت هو يعني رافض رئيس الجمهوريه او في قطيعه معه. اول شيء في قطيعه، هو عنده مؤاخذات على المسار. مؤاخذات احسن شيء قلت عنده مؤاخذات، ولكن في سؤالك من الاول قلت لي فما طبقه سياسيه هي ايضا رافضه الانقلاب، ولكن ما كمش فرد خط. لا، ما فماش شكون يعارض الانقلاب اليوم من الطبقه السياسيه ولا يوصفه انقلابا. سمي الاحزاب، سميها كما شئت. اتحاد شغل وضعيه اخرى. اتحاد شغل رحب ب 25. الاحزاب السياسيه حركه شعب مش حزب؟ لا، هذاك معاه موالي. لا، عنده تحفظات، العديد من التحفظات. ولكن الى يوم هذا هو يقول له امان عايشك خليني نجي نحاور معك. لا، ما تنجمش تحط يعني الاحزاب هذه في المعارضه، هي ليست معارضه. هم يقولوا نحن اصدقاء 25 ونحبوا نقعدوا معناها على طاوله الحوار، جربها صافي، مثل ما يقول المثل الشعبي التونسي. لو انه سي نجيب الشابي كان بحذان لهنا وحكى على حوار وطني نجم يكون فيه رئيس الجمهوريه. وين المشكل؟ اش دخل هذايا في هذا؟ نحن تو على مستوى التضارب، على التضارب في الخطاب. طيب قل لي كيفاش تضارب في الخطاب؟ يعني اليوم اذا كنا نشوف انه تحاولوا تطرحوا بديل، هذا هو نتصور انه تكون الجبهه هذه جاء في اطار انه يكون فما بديل نحو الدفع للعوده لمنظومه انتم تعتبروها هي منظومه ديمقراطيه اللي كانت موجوده. معارضيكم اليوم يلوموا عليكم يقولوا انه كيفاش نجموا تكونوا بديل بخطاب راديكالي؟ هذا هو الخطاب نورمالمون، لازم يكون فما فيه نوع من طرح، يكون على الاقل فما نقاط مشتركه مع رئيس الجمهوريه. السلطه الموجوده في البلاد اليوم على الاقل، ما نعرفش الى اي مدى انت توافق الكلام هذا، ما العديد يعتبر اللي هو رئيس الجمهوريه اليوم يمثل الدوله التونسيه. قيس سعيد، ما هو شرط امكان ان يكون قيس سعيد رئيس الجمهوريه؟ وما هو شرط امكان ان يكون بيننا مشترك؟ هو القانون والدستور. في حاله انه رئيس الجمهوريه تعدى كل هذا، يعني قطع مع الدستور، قطع مع القانون، قطع مع يمكن ان نكون مشتركين فيه، فكل هذا اللوم الذي تقوله هو عند رئيس الجمهورية. نحن حركة مقاومة، نحن نقاوم هذه الهستيريا يعني، وهذه الهجمة اللامسبوقة على هيكل الدولة وعلى القانون وعلى الدستور وعلى أيضا الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها كل تونسي وتونسيات جراء تعطيل يعني دواليب الدولة وجراء سلطة الاعتبار. حركة مقاومة واضح، هذا واضح انه اليوم ما فماش، ما تنجمش يكون فما حوار مع جهه تعتبر انكم في حاله مقاومه ضدها مع زملائنا في عربي. مقاومه ليست في المطلق، وانما مقاومه هي دعوه الى الرشد، دعوه الى العوده الى قوانين اللعبه. نحن كنا في مربع واضح المعالم، هذا هو خط القانون، هذه سلطه تنفيذيه، هذه سلطه تشريعيه، فصل بين السلطات. لا يوجد قبل 25 جويليه يعني. شنو ما قبل 25 جويلية؟ انتم تطالبوا بالعوده الى ما قبل 25 جويلية؟ نحن نطالب بالعوده الى الدستور والى القانون. نحن نطالب بعوده تونس الى مصاف الدول الديمقراطيه التي لا تحكم بسلطه الفرد. خاطر نحن ضعنا شوي نسمعكم انتم تحكيوا على الدوله الديمقراطيه ودوله القانون، نسمعوا رئيس الجمهوريه في مساره التاسيسي والمساندين ليه يحكيوا على دوله القانون والمسار التاسيسي لجمهوريه جديده. المواطن التونسي، انا علاش نطرح في السؤال هذا؟ على خاطر اليوم المواطن التونسي كانه فما نوع من اللخبطه في ذهنه. كيفاش اللخبطه؟ يعني فما زوز اطراف ديامترالمون اوبوزي، وكل واحد هو يحتكر الخطاب على مستوى القانون. ما فماش زوز اطراف، فما حق وفما لا حق، فما قانون وفما لا قانون، فما نظره واقعيه للاشياء وفما نظره ماهيش واقعيه للاشياء. سامحني، شكون تونسي ولا تونسيه اليوم اللي يرضى بالمهنه ويرضى انه شخص واحد يسطر له مصيره هو ومصير الاجيال المقبله؟ انت تعرفوا الدستور هذايا اللي باش تمشي تقول عليه نعم او لا شنو فيه؟ انت تعرف شنو قيس سعيد يخمم ولا شنو غدوه باش يصير؟ انت تعرف شنو الخطاب بالجيش شنو باش يقول فيه؟ نحن توا رهينة عقل واحد، شخص واحد، نجم نقولوا حاكم بأمره هو اللي سطر كل شيء. الحقيقة الحرار والحرات ما ينجموش يعيشوا في نظام هكا. اللي مساندين الرئيس اليوم ما همش أحرار وما همش حرات. انا منقول ما نوصفش اي شخص هكا، اذا كان فما احرار وحرات في طرف.
أنا بالنسبة لي الأحرار ما يرضوش بحكم الفرد. واضح. الأحرار ما يطبلوش، الأحرار ما يزيفوش الحقائق، الأحرار ما يتجنوش على ولاد بلادهم، حتى وكان فما مآخذ، فما مسارات قانونية للأشياء، فما مسارات يعني واقعية وحقيقية ومنطقية باش نقولوا هذا يا أبيض وهذا يا أسود. واضح. مع زملائنا في عربي 21 صرحت أنه نجحتوا في فضح رئيس الجمهورية، في فضح قيس سعيد وستسقطونه، كيف ذلك؟ نعم. أنا قريت الانترفيو بتمعن ما فسرتش. هو أول شيء قام عليه يعني 25 جويلية وهي أسطورة يعني من الأساطير. نعم. أساطير الشعبية ربما، هي الشعبية وشعبوية، أنه قيس سعيد هو الوحيد الذي لديه عمق شعبي ولديه مساندون ومساندات، وأن الشارع التونسي هو حكرا له. هذا هو شنو قال. فنحن مواطنون ضد الانقلاب، المبادرة الديمقراطية وكل هذه الأحزاب، كسرنا هذا هذه السردية. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ عبر خروجنا للشارع. كان أول خروج لنا في شهر سبتمبر، وإلى يوم الناس هذا نحن خرجنا أكثر من 18 مرة للشارع. وكل الناس شاهدوا العمق الشعبي لرئيس الجمهورية عندما خرج ليلة 6 فيفري وأمر الناس بالخروج إلى الشارع وقال لهم هاوكا يعني المجلس الأعلى للقضاء قدامكم، تنجموا تظهروا قدامه. شفنا يعني الناس اللي خرجوا، شفناهم شنو عملوا، وشفنا زاد قدام مسرح البلدي كيفاش الرخام تنحى، معناها وفي الميكروفون يقولوا هذم تنسيقيات وهذم بديده وهذم فلان. يعني الحقيقه الوضعيه ماهيش تعتبروا انكم اليوم خصمتوا مع معركه الارقام مع رئيس الجمهوريه؟ لا اقول ارقام، فرق بين الارقام وبين انه انسان يدعي انه الشارع له، ولا يوجد تنوع ولا يوجد صوت اخر ولا يوجد رفض لمشروعه. هذا هو الفرق. يعني فكره التعدديه والاختلاف والتعايش التي تقوم عليها كل المجتمعات الحديثه وكل التنظمات للمجتمعات وللناس، كلها قائمه على احترام التعدد، على فكره التعدد. هذا هو اللي حب رئيس الجمهوريه ان يفسخه ويطمسه، وهذا الذي فضحناه، ان المجتمع التونسي متعدد فيه آراء متعددة، ومن ضمن هذه الآراء آراء الناس في مواطنون ضد الانقلاب في جبهة الخلاص وفي غيرها التي ترفض هذا التمشي الأحادي الجانب. أما إلى حد الآن يبدو أنه الزخم الشعبي اللي يتحرك جزء من الرأي العام اللي يتحركوه في الشارع يبدو أنه إلى حد الآن لم يبلغ المراد متاعه. أنت عندك قلت سنسقطه قيس سعيد. نعم سنسقطه. بناء على شنو؟ بناء على شنو؟ هنايا في استوديو اكسبريس افام. بناء على شنو؟ كيف قانون الطبيعة؟ شوف فما القوى، وديما رجعت الأسطورة، قانون الطبيعة بمعنى قانون الطبيعة اللي قبل كانوا معناها الأساطير تلقاه نصف إله ونصف إنسان، نصف إنسان ونصف حيوان، عنده برشا قوة يسيطر على المدينة ويبدلها كيف ما هو يحب، ويشعل النار هوني ويعمل الريح غاديكا. بيان سور لأنه هو يرى في نفسه إله وقادر على تدجين التونسيين والتونسيات، وقادر أنه يعمل برنامجه الخاص اللي أون فالو سوبيغ نحن، معناها برنامجه هو رؤيته هو اللي باش يفرضها علينا نحن. هذا انتهى من الاساطير. سيد شيماء كيف شنو تجاوب الناس اللي يقولوا انه رئيس الجمهوريه بالتوصيف اللي تعمله انت مش ممكن يكون بالتوصيف اللي تعمله انت هذا، خاطر انت سيادتك اليوم تحكي بعدنا في البلاتو في اكسبريس افير. كيفاش؟ تقصد في الحريه وما غيرها. اللي هي سي با ريان. بيان سور بيان سور بيان سور سي با ريان، وهذيك معناتها حاجه لازمنا نشدوا فيها ونستثمروا فيها وكل شيء. على كل ماهيش منا، لا من اكسبريس افام ولا من قيس سعيد ولا من حتى حد، هذيك منا من شهداء تونس ومن ثوره الحريه والكرامه ومن عقود عديده من المناضلين والمناضلات لحريه التعبير وحقوق الانسان والحريات الفرديه والخاصه. ثم نحن شفنا تقريبا حاجه تشبه لها في تاريخ تونس الحديث، شفنا يعني السنتين الاولانيين نتاع نظام 7 نوفمبر وكان هنالك ايضا منابر حره وغيرها. في الوقت اللي تمكن فيه هذا النظام يعني سكر كل المنافذ، واليوم الحقيقه اللي نراو فيه زاد من تعدي على حريه الصحافه، على حريه التنظم، على منع الاجتماعات العامه، على المحاكمات العسكريه، على تلفيق فيما يتعلق بالصحفيين كان ديما موجود على مدى 10 سنوات، على كل الصحفيين والصحفيات واللي تشوفوا فيهم ونتبع بالكدا اللي قاعد يصير توا، ما صارش بالحده الموجوده توا. في كل الاحوال بعد ثوره 2011 كان
قصر قرطاج مفتوح لصحفيين وصحفيات، لم نعش هذا الغموض حقيقة. الصحفيين والصحفيات اللي يرضوا أن رئيسهم يتكلم في إذاعات أو تلفزيات أجنبية ولا يعطي أي قيمة للصحافة التونسية، هنيئا لهم. أيضا أنا ما عادش نحب يعني ندخل في التفاصيل برشا، لأنه كل شيء واضح، مانيش باش نجيب حاجة من عندي. يعني نجم نفهم لحد الآن سيد شيء منكم باش تسقطوا قيس سعيد بقانون الطبيعة، هذا هو؟ لا مش هكاك، لازمنا نفسر شويه الناس تسمع. لا لا مش هكاك، قلت لك قانون الطبيعه هو الذي معناه تنجم تقرا منه انه مصير قيس سعيد موجود يعني، ولكن سنسقطه اول شيء يعني بالاراده، لانه الانسان الحر وارادته الحره وانه هو لا يرضى بحكم الفرد اكيد ستطيحه. وثاني حاجه، انت شوف في الايام الاولى نتاع الانقلاب هل كان وضع التونسيين والتونسيات هكا؟ في الايام الاولى انت تجي تقول مازلت ما كملتش قيس سعيد، والناس اللي معناها مستأملين خير ويقولوا ربما سيكون هذا هو تصحيح المسار او يكون هذا هو الخير العميم على التونسيين والتونسيات، لانه قيس سعيد قبل انقلابه كان يستثمر في الازمه وكان يوجه كل التهم للسياسيين ويقول لهم انتم ما تعرفوش تحكموا، الحلول موجوده، الفلوس موجوده، الثروات موجوده، يعني هو من باع الوهم وهو من باع الامل المغشوش. اليوم وانت اكيد راك تركب في التاكسي وتمشي للمخشي وكل شيء، تعرف جيدا ماذا يقول التونسيين والتونسيات. هو اللي نشوف فيه انه اليوم فما كليفاج سيده شيماء، علاش نطرح لك في الاسئله خاطر فما اليوم انقسام فعلي في الراي العام ما بين مساند وما بين رافض، والرافضين والرافضين مش بالضروره موافقين جبهه الخلاص. لم اقل هذا ولا نريد هذا، نحن مع التعدد، نحن مع التعدد السياسي ومع تعدد الاراء، لانه بالاختلاف وبتنوع الاراء نتحسس طريق الخلاص. فما الجبهه هذه، نحكي مره اخرى عن ذكر 10 قوى وطنيه في جبهه الخلاص الوطني، فما حوار مع اطراف اخرى اليوم معارضه للمسار 25 جويليا؟ نعم. كيما شكون؟ يوجد حوارات عديده قام بها الاستاذ احمد نجيب الشابي وقد تكلم في هذا يعني اليوم مع كل المعارضين والمعارضات للانقلاب. الكل دون استثناء. كل المعارضين والمعارضات. فما حوار مع البدال. الا 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 هذا. مش كله. هو سبق الاستاذ احمد نجيب شبي وان توجه يعني وهي تكلمت عليه، توجه لها برساله في مرحله سابقه يعني ممكن اربع شهور التالي او في الاسامي نتاع الناس اللي موجودين، الاطراف اللي موجوده في جبهه الخلاص الوطني، حركه النهضه وائتلاف الكرامه. برشا يعتبروكم اللي اليوم كانكم الواجهه الجديده للاسلام السياسي في تونس. كيفاش تجاوب على هذا؟ ما نعرفش معناها ما هي يعني مقومات هذا الراي، ولكن نجم نشوفوا الامور من ناحيه اخرى. اليوم نحن مع لو تسمح مقومات هذا الراي يقولوا انه اليوم جنبا الى جنب تقفوا مع حركه النهضه ائتلاف الكرامه، عليهم برشا مؤاخذات من عند على الاقل المعارضين ليكم. وعندكم معهم تقاطعات، دونك اليوم فما احزاب اخرى الخيار نتاعها معارضه زاد لرئيس الجمهوريه، الخيار نتاعها كان خيار انه تصطف بعيدا عن حركه النهضه وائتلاف الكرامه كما مثلا التيار الديمقراطي وغيره من الاحزاب الاخرى. خيرنا نحن ان نكون معهم. بناء على ماذا؟ بناء على يعني عدم الاقصاء، بناء على الزخام الشعبي لحركه النهضه ووجودها كحزب يعني موجود في كل البلاد التونسيه، ومن حقهم انهم يعبروا على رايهم، ومن حقنا نحن ان نكون في عمل جبهوي مع بعضنا. العمل الجبهوي ربما خليني نفسره شويه للتونسيين والتونسيات اللي يسمعوا فينا، هو عمل لمدة محددة لأهداف معلومة يعني، ونحن في اليوم يعني في البيان التأسيسي هنالك الأهداف المحددة التي تجتمع عليها هذه العشر مكونات. يعني بكل بساطة نحن مجتمعون لإعداد هذه القوة لإسقاط الانقلاب، للحث على ذهاب للحوار الوطني، وأيضا لحكومة إنقاذ. إسقاط الانقلاب مرة أخرى، يرجع إسقاط الانقلاب بالحديث في الميديا والنزول إلى الشارع؟ ليس هذا فقط. شنو آخر؟ عديد الأشياء الأخرى. كيما؟ عديد الأشياء الأخرى. كيما؟ هو العمل السياسي يعني فيه الجانب الاتصالي، فيه الجانب الميداني، وأيضا وهذا يعني الأهم هو إعداد البدائل، إعداد يعني قراءات واقعية وواضحة للوضع التونسي. ونحن في جبهة الخلاص الوطني يعني نعد المؤتمر مؤتمر يعني البديل الديمقراطي. يعني احنا اليوم عندنا المرسوم 32 اللي يأكد أنه باش تكون تاريخ الاستفتاء نهار 25 جويليا، يخرجوا الناس للاستفتاء، جزء من التوانسة يخرجوا يستفتيوا، يستفتيهم رئيس الجمهورية، يخرجوا يصوتوا بنعم أم لا على الدستور. أين الدستور؟ أي دستور؟ ما نقول لي فضلك.
إنه دستور. دستور الذي سيعد يعد في إطار اللجان اللي حاطها رئيس الجمهورية. قداش منفصل؟ دستور شنو؟ دستور شكون؟ دستور الذي سيعد للجمهورية الجديدة كما يسميها رئيس الجمهورية. ولا جمهورية جديدة، أنت لا تستطيع أن تقول أنه دستور تونسيين وتونسيات. تبقى تسمية هكذا. سيستفتى يعني على هذا الدستور. سيستفتى على ماذا؟ أنت تعرفوا عندك عليه حتى. استدعيوا لي مقاطعة هذا الدستور اللي تعتبروا أنه ماهوش دستور يعني. ليه مش ماهوش دستور؟ ما نجموش نحكيوا على حاجة أصلاً مش موجودة. ولا أعتقد أن تونسيين وتونسيات معناتها باش ينخرطوا في حاجة هلامية هكذا يعني. باش تدعيوا إلى مقاطعة الاستفتاء. نعم. كيفاش؟ نعم، المقاطعة هي تبنيناها لكن لم نختر بعد شكل المقاطعة، هل ستكون مقاطعة سلبية أم مقاطعة ناشطة؟ واضح، يعني مازلتم ما حسمتوش أمركم فيما يتعلق. لا، مش ما حسمناش أمرنا، نحن سنقاطع وهي والمقاطعة أيوة، لكن على طريقة المقاطعة. طريقة المقاطعة هي أيضا يعني أوفيغ يا ميزور. حسب رأيك خيارات من نوع هذه تنجم تكون ناجعة وقت اللي الناس تقول لك إي سي بون القطار انطلق ديجا؟ شكون يقول إي سي بون القطار انطلق؟ رئيس الجمهورية بحكم الأمر يقول على روحه. 80 و117 لا 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 سيدة سيدة شيخ مرة أخرى عم ذكر اللي راهو نحن في إطار دولة رئيس الجمهورية لا اليوم لا ماهيش دولة وين سامحني بالله قل لي يعني أنت تقول لي نحن تو في إطار دولة وفي إطار الحكم الاستثنائي الفصل 80 اللي أنت شفت يعني التقارير كلها مانيش باش نذكر البندقية فقط وحتى معناها القوى التونسية كلها يعني قالت فما تعسف وأيضا يعني هذه المنظومة أنهكت انتهى يعني انقلبت على نفسها حتى اليوم نقول نمشي في مسار على أساس أنه مثلا نعطيك نقطة من النقاط وأنا راني غير معنية بتفسير هذه المراسيم أو غيرها مش قالوا فما لجنة 20 مارس وقت جيد اللجنة هذه هذا حسب رأيك يعكس شنو؟ لا ما مش يعكس هذه هي خريطة الطريق هي لن تنفذ يعني لن تنفذ مش تكون فما انتخابات في ديسمبر لن يكون هناك انتخابات في ديسمبر قراءة في المستقبل هذه لا لا مش قراءة في المستقبل هذه قراءة واقعية للقانون ولدولة القانون ولانتصار دولة القانون منظمات وطنية بخلاف الاتحاد العام التونسي الشغل اللي عنده تحفظات نعاود نذكر على مسألة اللجان وشاف سمعنا السي سامي الطاهري قال الاتحاد أكبر أن يكون في لجنة استشارية مشاركة المنظمات الوطنية في اللجان اللي حطهم رئيس الجمهورية عن بممثلين موجودين بالاسم ألا يضعف هذا نوعا ما ولا يعطي شرعية لخطاب رئيس الجمهورية كما نشوفوا منظمات كما الاتحاد الوطني المرأة التونسية كما نشوفوا الوتيكا وغيرهم يعني بخلاف الاتحاد العام التونسي للشغل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان موجودة في ما هذه هي معنى السؤال الكبير بمعنى أنه الرابطة يلزمها أنا ما نحبش نقول برشا حاجات على ناس نقدرهم ونقدر يعني مسارهم ولكن ما سأقوله على الرابطة هو نجم تحطوا في برشا يعني منظمات تونسيه. نحطوا في المنظمات المشاركه الكل في الحوار. قبل الثوره كان هنالك مناضلين ومناضلات حقيقيين وحقيقيات اللي كان عندهم مسار كبير في مقاومه يعني الدكتاتوريه في مقاومه الانظمه الاستبداديه وغيرها. جات الثوره العديد من هؤلاء الناس اللي مشى لبرا اللي دخل للسياسه وغيرها. قعدت يعني هذه المنظمات الحقيقة تسيست يعني مشيت فيها تيارات سياسية معينة فبالتالي ما عادش نحن نفرزوا بين الخطاب الإيديولوجي المتسيس والخطاب الحقوقي هذا هو يعني باختصار يعني اليوم موقفنا من المنظمات مش موقفنا أنا نحكي لك في أن كونستا اليوم الفعل معناتها الحقوقي كأننا به أصبح فعلا متسيسا متأدلجا هذا الموقف مرة أخرى نعود باش نوضحه آخر سؤال ما عادش عندنا برشا وقت موقف المنظمات الوطنية المشاركة في الحوار تعتبره أنه موقف مسيس نعم رغم اللي نسمعوا في خطاب يقولوا نحن مشينا على مصلحة البلاد كيفاش؟ مصلحة البلاد في الإقصاء مصلحة البلاد أنك تمشي مع حكم الفرد مصلحة البلاد أنك تمشي ضد القانون مصلحة البلاد أنك تمشي مع رئيس أقسم على أنه باش يحترم الدستور وأول من داس على الدستور هو رئيس هذايا نجم نقول اليوم أنه السيدة شيماء عيسى عضو الهيئة التنفيذية للمواطنين ضد الانقلاب تعتبر أنه المنظمات الوطنية المشاركة في حوار رئيس الجمهورية مشيت عكس اللي تقول فيه ماهوش في مصلحة البلاد مشيت تعزيزا للإقصاء نعم مشيت هي في إطار ممارسة سياسية وليست ممارسة حقوقية واضح شكرا لك سيدة سامي بارك الله فيك شكرا لك على حضورك بحضرنا مدام شيماء عيسى قدوا معنا على اكسبريس اف ام موصل معكم في الجزء الاخير بعد شويه الموعد يكون مع السلطه الرابعه ويدخل معنا سي هشام السنوسي عضو الهيكا قدوا معنا